حقق مشروعه سوق المزارعين البحرينيين الذي يقام صباح كل سبت بحديقة البديع الزراعي نجاحا كبيرا منذ تدشينه في ديسمبر من عام 2012. نعم حسين، فقد حظي سوق المزارعين بإقبال جماهيري واسع في ظل ارتفاع عدد العارضين، ما يعطي دافعا أكبر لإنشاء أسواق أخرى. في نسختها الرابعة استطاعت سوق المزارعين البحرينيين في جذب الآلاف من البحرينيين والمقيمين، حيث شهدت السوق التي فتحت أبوابها بحديقة البديع إقبالاً جماهيرياً كبيراً من الزوار على شراء الخضار والمنتجات الزراعية المختلفة المزروعة محلياً. تهدف السوق إلى الترويج للمنتجات الزراعية المحلية وإبراز التطور الذي يحرزه قطاع الزراعة البحريني وزيادة دخل المزارعين، وذلك عبر المساهمة في حل مشاكل التسويق لمنتجاتهم الزراعية مع توعية المزارعين بأسس التسويق الحديثة وإجراءات ما بعد الحصاد لمحاصيل الخضار، بالإضافة إلى إيجاد فرص للترفيه للمواطنين والمقيمين ونشر الوعي الزراعي بين الأسر وتشجيع زراعة الحدائق المنزلية. كنا لاحظنا أغلب المزارعين في السوق بدأوا ينتجون أنواع من الخضار ما كانت متوفرة في السوق المحلي كإنتاج محلي، والسبب هو إقبال الناس على أن eating more vegetables مثل ما نقول makes you more healthy. ويتميز المنتج البحريني من محاصيل الخضار بنوعيته الجيدة وطعمه المميز المعروف لدى المستهلكين، ويضم السوق قسما لبيع الشتلات للأشجار المحلية المثمرة والتي يمكن أن تسهم في تعمير الحدائق المنزلية بهذا النوع من الأشجار المميزة لمملكة البحرين والمحافظة عليها من الاندثار. ويتميز سوق المزارعين هذا العام بمشاركة 35 مزارعا بحرينيا، وسوف تمتد فعاليات السوق على مدى 22 أسبوعا، وذلك صباح كل سبت وإلى نهاية أبريل القادم.